اوكي، النهارده ديسمبر 2، انا بقالي مستنيه كتير عشان كنت عارفه ده اليوم اللي متحدد ان انا اتكلم مع كوتش رامي. ولو ان انا قابلت كوتش رامي قريب جدا، ولكن اول ما حكى لي على بيعمل ايه وما اعرفش ليه سالته وده ينفع في الاي دي اتش دي، وقال لي اه. اول ما قال لي اه قلت ايوه خلاص احنا لازم نعمل ريكوردنج، والحمد لله الحمد لله وقته سمح ان احنا نعرف نعمل اللقاء ده. انا نفسي اعرف اكتر واكتر، عشان انا بجد حاسه ان ده ممكن يساعد ناس كتيره جدا جدا اللي رامي بيعمله. تخلوني بس اعرفه برامي كده دقايق. رامي جيرار هيد اوف كوتش اي تي سي، يعني ايه؟ يعني مدرب اكاديميه اي تي سي اللي هي اكاديميه انترناشونال تايكواندو سنتر، اللي هو اللي انا فاهماه في مصر. وقبل كده كان مدرب منتخب امريكا، تخيلوا مدرب منتخب امريكا سابقا. يعني احنا النهارده معانا حد مميز جدا، وانا سعيده جدا ان هو في مصر وبيساعد مصر، لان احنا محتاجين مساعده بصراحه. اوكي، هو الاي تي سي او المنظومه بتاعته او الشركه بتاعته بتمرن كل الاعمار ابتداء من 4 سنين لغايه فوق ال60، ممكن فوق ال70 ما اعرفش، هو قال انها مفتوحه. وبيقولوا طبعا في روح هنبقى نتكلم فيها عشان نساعد ناس كتير. اهلا بيك يا رامي، أهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ مبسوطه قوي ان انت معانا. طيب اوكي، لو انا يعني في حاجه ما قلتهاش تحب تضيفها تعرف الناس بيك بيها زودها دلوقتي. لا، احنا بس يعني عندنا بروجرام بنمرن تايكوندو كمارشال ارت وكسبورت وكسلف ديفنس. حلو قوي. المارشال ارتس عامة بتبني ثقة بالنفس وبتزود الفتنس وكل الحاجات الحلوة دي. حلو، انا برضو الناس بتبقى دايما عايزه تعرف شويه عن الشخص اللي انا بعمل له انترفيو. ممكن تقول لي انت نفسك امتى ابتديت بقى بالمارشال ارتس في حياتك؟ مش لازم تقول لنا سنك، بس ممكن تقول من لا، كده اتس عمرك اوكي. بس. انا بمرن من سنه 1985. كنت صغير شويه، كنت اسيستنت كوتش، وبعدين في امريكا از سينيور كوتش من سنه 87. وسنه 89 اي اوبن ماي اكاديمي في امريكا، وجيت مصر 2008 وابتديت الجيم بتاعي هنا. طب انا بس انت نفسك بتلعب تايكوندو صح؟ طبعا. انت نفسك، انا عايز اقول من سن كام ابتديت ده؟ انا ابتديت تايكوندو من وانا عندي ابتديت كونغ فو الاول وانا عندي 14 سنه، وقبليها كنت بلعب بوكسينج، وبعد الكونغ فو لعبت كاراتيه وكنت منتخب، وبعد الكاراتيه حولت التايكوندو وكنت ان اليت بلاير، ووصلت ان انا بقيت مدرب الولايه اللي انا فيها ماريلاند، كنت المدير الفني لمدة 15 سنة، وبعدين بقيت مدرب منتخب أمريكا لمدة 7 سنين. اوكي، للناس اللي زي اللي مش عارفين قوي، هل التايكواندو مميز اكتر من حاجات تانية مثلا؟ ليه نقيت التايكواندو، ولا عشان ده اللي انت يعني ابدعت فيه؟ بس هو كل المارشال ارتس كويسة، كل الفنون القتالية كويسة. الفرق بينهم بيكون الكوتش، الفرق بينهم في الستايل والكوتش. ف لو كوتش كويس هيعرف يوصل التلميذ او التلاميذ للي هو عايزه، لو الكوتش مش كويس يبقى النتيجة مش هتكون كويسة. طيب انت لما وصلت مصر في 2008 لقيت ايه وضع المارشال ارتس؟ ايه وضعها؟ تعتبر ايه بالنسبه لبقيه العالم او كده؟ في مصر كان في المارشال ارتس من انت شفته، بانك فتحت في مصر اكيد عملت ريسيرش كده شويه. انا ما كنتش جاي مصر علشان افتح جيم، انا الجيم بتاعي كان في امريكا، وحتى لما جيت مصر الجيم بتاعي اللي في امريكا كان مكمل. انا جيت في مصر في 2008 علشان الفاينانشال كولابس اللي هناك، وجالي جوب از سوري، انت جيت مصر في 2008 مش لاسباب انك تفتح يعني جيم او كده. كده. سامعني؟ اه انا سامعك. اوكي. لا، انا جيت بيزنس. انا برضو graduated من American University في واشنطن دي سي في International Marketing، فانا عندي بيزنس كارير كمان، فانا جيت هنا عشان كده. وبعدين في مصر طلبوا مني ان انا اساعد وامرن عشان مستوى مصر كان كويس قبل كده في التايكوندو، كان ابتدى ينزل. ف I started to help، وبعدين that led ان انا فتحت الاكاديمي بتاعتي عشان ما كنتش مبسوط من حاجات كتير في الرياضة في مصر.
حلو قوي، ده من حظنا. طيب دلوقتي نتكلم بقى، ان انت بتقولي ان انت من 85 بتمرن في امريكا، وان انت قبل ما نتكلم كنا اتكلمنا انه انت اكتشفت واكشلي بتشتغل مع الولاد عندهم اي دي اتش دي، ان التايكوندو بيساعد الولاد كتير. طبعا التايكوندو مع الكوتش الصح، يعني احنا فاهمين ده بيساعد ولاد كتير عندهم فرط الحركه وتشتت، او فرط الحركه بس او تشتت بس، عشان هما 3 حاجات بتحصل في الاي دي اتش دي. فممكن تحكي لي شوية على بتعملوا ايه وبيساعد ازاي، وهل فعلا ساعد؟ يعني ايه الخبرة بتاعتك في القصة دي؟ الـ ADHD في دراسات كتير اتعملت عليه في أمريكا وفي أوروبا، ودي يعني في جوجل هتلاقيها كتير موجودة، وهيقول لك معظم الدراسات بتقول لك إن المارشال آرتس أو الفنون القتالية هي من أنسب الحاجات لطفل عنده ADHD إن هو أو هي يتابعوا فيها. المارشال آرتس الحاجة اللي بتفرقها عن بقية الرياضات ان في ديسيبلين، وفي ده بيبقى ستريس ا لوت، الديسيبلين والريسبكت والسيلف كنترول. فاحنا في الاي بي سي عندنا في قسم بنقول وي كوميت اور سيلفز تو ديسيبلين ريسبكت اند سيلف كنترول، يعني احنا بنلتزم بالالتزام والاحترام وان انا اتحكم في نفسي، فده احنا بنسعى عليه في التمرين. ودي حاجات مهمه جدا لاي حد عنده اي دي اتش دي. اي رياضه لو في كوتش متفاهم للموقف بتاع الطفل او الطفله وبيعاملهم بالاسلوب الصح هتفيد. المشكله ان لما بيبقى في جروب بتتمرن مع بعض وفي حد يكون مثلا مش منتبه، ما فيش اتنشن كويس، ودي حاجه من اعراض الاي دي اتش دي، فيكون مشتت كده بيبص في كل حته، فلو الكوتش مش فاهم الموقف ده اتعدل اتعدل، وبتبتدي ساعات بتقلب تهزيق او يديله عقاب او اعمل ضغط او 10 لفات او اقعد عند الحيطه او كده. الطفل بياخد دي كاهانه، لان هو كده ومش قصده يعمل اي حاجه ومش قصده اساءه، فانت بتعاملني ليه كده في دماغه وهو مش فاهم، فدي بتبقى كاونتر برودكتيف، دي مش حاجه كويسه، دي حاجه بتضر. انما لو خدناها بالراحه عينك معايا او خلي بالك ممكن تبص لي كده بالتكرار، هتلاقي الاتنشن بتاعته بتتحسن شويه بشويه ان هو اتعود بقت عاده. فانا عندي عيال عندهم اي دي اتش دي وانا بمرنهم ساعات، منهم ناس بتبقى بتتمرن حتى برايفت 1 اون 1 بيبقى عينه مش دايما عليا، فدايما عينك عليا، بص لي هنا، خلي بالك هنا كده، من غير انفعال كبير على ده، وده الا ايه بيساعد في الموقف ده. الحاجة التانية هسألك التحركات كمان على الذهنية. حاجة، يعني أنت دلوقتي التيم بتاعك اللي بيشتغل معاك علمتهم كلهم تو ريكوجنايز أو يشوفوا لو حد عنده اي دي اتش دي ويبتدوا يعاملوه ويفهموا إنه مش قصده ومش قليل أدب ومش ولد مشتت، هو فعلا ده اللي جواه؟ يعني هل أنت بتمرنهم على ده إن يفهموا ده؟ احنا بنتكلم عليها على كل الناس. احنا لا يعني في مشكلة إن لما مثلا عندي سمير ده ما عندوش ADHD بس هو مش مركز أو هو مش معرفش إيه، ما ينفعش نبدأ بالتهزيق على طول كويس، بنتكلم بأدب، بنتكلم باحترام، فإحنا بنعلم إن الاحترام حاجة مهمة. اوكي فلما حد يكون عنده ADHD بنتكلم خلي بالك الولد ده عنده مشكلة، فمن فضلك يعني براحة شوية معاه، فبيبقى التوليرنس لازم يكون موجود اعلى شويه. فذيس از ا جنرال بوليسي، مش بس يعني ده عنده اي دي اتش دي فخليك صبور معاه، وده ما عندوش اي دي اتش دي فاديله على دماغه، ده مش حاجه كويسه برضه، يعني لا ليك حق. لازم الاسلوب الظهر القديم ده، انا عارفه الاسلوب القديم ده، لان انا طبعا ابني عندي ابني داخل في 38 سنه ومريت بشويه حاجات. على فكره هو لعب تايكوندو زمان قوي، مش هنقول فين، كان مدرب حد واخد اولمبياد او كده، كان زمان طبعا الكلام ده، كان عندي ابني 5 6 سنين. لكن الحقيقه مش هقول المدرب كويس، بس انا عارفه اللي بيحصل في كوتشنج في كل المجالات. السبورتس اوقات بيبقى عنيف جدا وفي تهزيه زمان، يعني عنف نفسي غير عنف جسدي كمان. فانا فاهمه حضرتك. لا حلو قوي ان نرجع ان في احترام بين الكبير حتى الكوتش، مش عشان هو طفل يبقى هو يستاهل يتبهدل يعني. لا لا، ما الاحترام بيبقى بوث ويز، يعني لو حد بيجي
يقول لي مع سيرامي كوتش وبيبقى وحضرتك ومش حضرتك، وبعدين يمشي من قدامي ويتكلم وحش عليا. ما ده مش احترام، ده اسمها فيك ريسبكت. الريسبكت الحقيقي بيبقى جاي من هنا، يعني حتى هو ممكن يدخل يديني هاي فايف بدل ما يعمل باوينج وكده، انما يتكلم كويس عليا ويكون مؤدب معايا وعارف حدودي فين وما بيعديش. ده الريسبكت الحقيقي. حقيقي. فاحنا لازم نكون حريصين ان احنا نفهم ايه هو الريسبكت ونعمله، ان هو مش يبقى شكليات. يعني ممكن حد يجي يهزر معايا يدي لي بانش في كتفي كده، هو بيهزر وكده عشان هو عارف ان ده مش حاجه انا باخدها كقله ادب، فده within my limit. انما كوتش تاني يروح اعمل له كده، هو هياخدها كاهانه، انت بتضربني. فلازم يعني الحدود دي بتبقى معروفه وبنراعيها، مش بناخد كل حاجه بسوء نيه. احنا بنبتدي الاول بهدوء وبنوري فين الحدود بتاعتنا وبنشرحها، and we have to have a little bit of tolerance. حلو قوي. كان في حاجة تانية عايز تقولها، وبعدين عايز أسألك على الولاد اللي اشتغلت معاهم عن ADHD بره مصر وجوه مصر. الحاجة التانية اللي كنا بنقول على الـ ADHD إنهم ساعات عندهم مشكلة في إنهم to stand still، إن هو يكون يعني تقولي انتباه مثلا، هو مش واقف في انتباه. دي حاجة يعني هو مش قادر عليها، يعني هو يعني في حاجة في البروجرامينج بتاعه مش سامحاله إن هو يفضل واقف at attention الوقت كله وأنا عايزه في attention. فمن رأيي إحنا الحاجات دي وبنشتغل حواليها، يعني بنحاول نبني ثقته بنفسه، بنحاول يعني نطنش شوية على الحاجات دي. إنما ساعات تانية هقول له لا أوف عدل، لا أوف عدل. هي مسألة ممارسة بس بطريقة كويسة، مش بطريقة تخليه إن هو يحس إن هو هيز بوليد ولا مضطهد ولا نوت لايكت ولا هيز ا بيردن ولا حاجة كده. يعني لازم فدي معاه حاجات انك في مهمة جدا. ديسيبلين، بس بحب وباحترام، يعني بيتعامل باحترام، بس تمام. في حاجات لازم نعملها يبقى نعملها ان شاء الله نعملها. حلو قوي. ما احنا لو ما خدناش بالنا ان في ديسيبلين يبقى التمرين زي لتو، يبقى هو هيفضل. احنا عايزين نحسن، فاحنا عايزين ندي الديسيبلين ده، عايزين ندي الالتزام، عايزين ندي الاحترام، عايزين ندي الاتنشن تتحسن. كل الحاجات دي احنا عايزين نحسنها، فاحنا مش هنطنشها نقول بقى خلاص ده مفقود الامل فيه وما تصلحلوش حاجه. لا، هنقول له كتير بص لي هنا، هنقول له كتير اوف كويس، هنقول له كتير بي اتنشن، هنقول له كتير كده. بس في understanding ان دي مش حاجه ان هو متمرد ولا هو قليل الادب ولا هو يعني whatever متعفرت ولا كده. No, it's something that is medical. بس حقيقي يا رامي، يعني انا ام وعندي الابن ده برضه sometimes، يعني هي عايزه patience. يعني يمكن انتوا برضه لعب المارشال ارتس بيخليك عندك، حتى الاوقات الام بتبقى مش قادره خلاص، حتى هي عارفه، او انا اعرف امهات دلوقتي صغيرين فبشوفهم مثلا في نادي او في كده، يعني انا ساعات بقول يا رب يا رب، يعني هم sometimes بيبقوا متعبين جدا. فانا حاسه ان انتوا فعلا بساعدكم، حتى ان انتوا بتلعبوا كوتشز لده، ان تمسكوا نفسكم، يعني تبقوا بيشنت كده او صبورين. يعني It does require patience، ومش كل الناس عندهم patience بس بيتأقلموا. يعني it gets there. يعني وبعدين لو في حد من الكوتشز ضايق حد من البلايرز وكده، والبيرنتس جه قال لي او الكيد جه قال لي، يعني it gets sorted. فبنتكلم مع الكيد وبنتكلم مع الكوتشز، بنتكلم privately مع الكوتشز، بنشرح الموقف احسن لو هم مش عارفين او كده. فدي حاجات مهمة كلها في الـ development بتاعت الـ ADHD kids. حلو قوي. قولي بقى على الريزلت، انت بتقولي فرق مع اولاد كتيره جدا. قبل ما نسجل كنت بتحكي لي ان في امريكا انت طبعا جبت نتائج حلوه بالسبورتس دي، وكمان في مصر يعني الحمد لله. فاحكي لي كده لو حد معين مثلا على بالك، او جنرالي يعني، قولي على يعني النتائج بتفرق ازاي. انا كان عندي تلاميذ كتير قوي في امريكا، يعني فوق ال 20,000. كان في نتائج كتيرة منهم، بس يعني بدل ما اتكلم عليا انا ممكن ادي ان the most successful athlete in the whole world هو مايكل فيلبس بتاع السباحة. he has ADHD. فيعني حد عنده ADHD can reach greatness that has not been accomplished before. فأي حد ممكن يوصل لده. اللي هو محتاجه ان كوتش يقدر to guide him وان يكون فيه شوية patience. لان مايكل فيلبس اصلا اتقال له وهو في البدايه ان انت مش هتنفع، انت ما ينفعش تعوم.
فلو هو كان سمع كلام الكوتش الاولاني ده كان زمان ما فيش مايكل فيلبس، لان هو عشان لقى كوتش تاني اخده واحتواه ومرنه وكان صبور معاه وكده. وهو اصلا بيقول هو ساعات كان بيبقى عنده خناقات كبيره مع الكوتش بتاعه، انما they were family. فالايديا ان هم as a family، الفاميلي اتموسفير ده، وان احنا انت you're not just a client going through، ولا you're not just someone I train وخلاص باي باي I don't know you، it's a family. فاحنا حتى عندنا في الاي تي سي احنا we do camps، بنعمل events مع بعض ساعات، we go play laser tag as a team، او بنروح eating out ولا bowling، ولا we have these type of events، we celebrate each other's birthdays. ففي it's a community، it's a family. فده بيساعد كمان ان the person with ADHD feels like they belong. It's not, it's a family, it's not that. It's not just individuals كده مبعترين. أنا يعني الطفل ده اللي دخل معاكم في الأكاديمية أو بيلعب مع الولاد بيبتدي يحس إن هو له مكان وإن هو مش مرفوض وحاجات كتير من اللي أنت بتقولها دي، قلت هي دي بيلونج وفي حاجات بتتعمل تحسس الولاد، يعني هما برضو الحكاية دي بتبقى مهمة قوي عندهم. بس احكي لي عن حد الجملة اللي انت قلتيها دي مهمة قوي، ان هم بيحسوا انهم they don't belong وكده. This is a common problem لعيال عندهم ADHD، بالظبط. انهم بيحسوا كده ان طب انا مش عارف اعمل اللي انت عايزه، يعني طب انت عايز مني انا كده. فهم they get frustrated a lot، و a lot of them keep quitting different sports different things they start because they feel they don't belong، او الكوتش مش طايقهم او whatever. ف هي البيلونجينج لسه مشكله زي ما انت بتقول، انا عايزه بس اجيب الكلمه العربي للبيلونجينج، احساس ان انا ليا مكان مع المجموعه دي، ان انا تبع المجموعه دي، هم متقبليني معاهم، لان هم زي ما هو رامي بيقول بيبقوا حاسين ان هم المجتمع رافضهم اصلا ولافظهم اصلا، وكتير قوي بيبقى جوه البيت المشاكل دي وكده. بس احكي لي عن مثلا حد جالك في مصر او كده وكان يعني انت حسيت يا الولد فعلا تعبان او الاي جي دي عنده عالي، وفرق معاه لما ابتدى معاك المارشال ارتس دي او التايكواندو. في اولاد عندنا عندهم ADHD actively now. لما ابتدوا they were ما كانوش كويسين خالص، ما كانش عندهم coordination ولا discipline ولا حاجة، ودلوقتي بقوا في الفريق وبيلعبوا بطولات وبيمارسوه، والحمد لله نتائجهم كويسة. موجود في كتير منهم، وده طبعا انا مش هتقالي هسنجل يعني اوت حد الاهل فيهم. حاسين ان ده صب على بقيه حياتهم، صح؟ لان جالهم ثقه بالنفس على الاقل في حاجات مهمه. ما هو يعني دي حاجة طبيعية، إن أنا لما بنجح في حاجة الثقة بتاعتي في نفسي، الكونفيدنس بتاعتي بتترفع مش في حاجة واحدة بس، هي بتترفع إن أنا حاسس إن أنا بقيت أحسن، إن أنا بقيت بني آدم مختلف، إن أنا بقيت الفاليو بتاعي أعلى. فده بيصب في بقية الحاجات اللي في حياتي، مش بيفضل متمركز في حاجة واحدة. يعني مش حاسس ان انا فاشل في كل حاجة الا يعني انا وانا في التمرين انا كويس وبقية الوقت انا مش كويس. لا، هو الثقة بالنفس لما بتترفع على كل حاجة. أكيد أكيد، وخصوصا يعني لو كمان في صحوبية وفي بيلونج وحاجات تانية معاها، فطبعا الشخص بيبتدي يحس إنه حاجة مرغوب فيه في المجتمع. طب أنا عايزة أسألك سؤال، يعني من بقالك شوية كتير في مصر، مين أكتر يعني مين اللي تراستنج يبعتوا لك ولاد، أو مين اللي بيقول لحد تاني طب ما تجرب تروح عند رامي أو كوتش رامي أو الانستيتوت بتاعته ساعدنا أو ساعد قرايبنا وكده؟ هل دكاترة، هل معالجين، مين اللي بيبعت؟ في حد اسمه محمد وجدي، I think you met him and you talked to him. He has a clinic بيعالج ADHD و other conditions. وهو he's a student of mine as well. فهو he keeps sending people to us. And the rest is word of mouth. يعني حد ابنه أو بنته بيتمرنوا عندنا، ف they bring a friend or they bring their friends or whatever. Word of mouth is the best way that people come to us. يعني we do advertise. انتوا you don't advertise ان انا بعالج الاي دي اتش دي، صح؟ انت بس No, no, we don't. I don't. We are promoting everything in general. We don't advertise every single individual thing that we have. We have people, مثلا moms that are in their 40s and even 50s who have never done sports in their life.
and now they're training. We don't advertise this specifically. Yani we don't advertise every single thing. We generally say, but the rest of it is by word of mouth. People tell أنا each other. فاهمة، بس أنا ففي عايزة حاجات كتير we are trying to go ahead. لا go ahead. we are trying to break a lot of different norms في مصر ونعمل حاجات جديدة ونوعي الشعب أكتر. إحنا عارفة عندنا بنات أكتر من ولاد مثلا في الجيم، مع إن معظم الناس بتقول أنت بنت ما ينفعش تعملي حاجة كده، والبنات اللي عندنا واحدة فيهم مصنفة رقم 20 على العالم ما شاء إن هي الله، ما تلعب بطولة عالم. حاجة جامدة. وكمان عندنا أطفال under privileged بيتمرنوا مع الناس ال privileged. فإحنا we have a lot of things in our that we try to do to help the community as a whole. انا So عارفه whether ان you have خلينا نبدا وهحاول اترجم شويه من العربي، بس عايزه ارجع ليه. انا عارفه ان انت ما بتقولش احنا من الناس اللي عندكم اتش دي هاتو، بس يمكن تساعد ناس كتير لو ابتديت تعمل كونكشن، مثلا تتكلم في مدارس في كده، لان المدارس متبهدله والناس مش عارفين يعملوا ايه في الاولاد دي، ولا المدارس يعني عارفين يعملوا ايه، ولا حد لسه عنده حل. انا عارفه لان بقول لك اعرف ناس وانا مريت بالتجربه، فاحتمال يعني هي مش لازم اقول انا بعالج او بس انا بساعد، وفي تجارب بتقول ان انا ساعدت اولاد كتير، ودي حاجه من الحاجات اللي بتساعد. انا عارفه الكلام الناس تقول لبعض هيفرق، بس عشان كده حبيت اسالك، هل في يعني مثلا انت بتتكلم مع مدارس، بتتكلم مع نوادي، بحيث الناس اللي فيها تجمعات الولاد دي يعرفوا عن الموضوع ده اكتر؟ بس ده ممكن يأثر، انا لا لا شايفه ان ممكن يأثر طريق كبير. 3 حاجات اللي انت قلتهم discipline respect و self control، او الالتزام والاحترام و self control اللي هي ايه بالعربي، اللي هي التحكم في النفس. ده 3 حاجات دول مهمين قوي ليهم. انا ما كنتش فاهمه كده زمان مع ابني، بس هم محتاجين ده يتظبط عندهم عشان هو الحاجات دي تايهه عنده. فلو السبورت دي عارفه تعمل ده مع الولاد يبقى خدوا حته. انا مش بنقول ده العلاج التام طبعا، الواحد هيمشي مع دكتور ويمشي مع ده، يمشي مع كل حاجه موجوده، لكن برضو بتهالي دي حاجه يعني ممكن. انا عارفه ان انت بتحاول كمان زي ما انت قلت تعمل وعي، ومن الاسباب اللي انا حبيت اتكلم معاك ان انت كمان يعني بتدمج، دمجت الولاد اللي يمكن ظروفهم ما يقدروش يدفعوا حاجه، اللي هم اندر بريفليج دول ما همش مال كتير، في المجتمع عشان المجتمع كله يحصل نوع من الترابط اكتر في الناحيه دي. anyway يعني ده فكره انا في بالي. طبعا اي هوب ان الفيديو ده يعرف ناس ان ده حل من الحلول، لان انا هدفي ان انا اقول يعني ايه تاني، يعني عايزه اقول ايه، نروح الدكتور، ناخد دواء معين، نتابع جلسات، ما اعرفش ايه، ايه تاني بقى، ايه تاني ممكن يساعد يا جماعه. فدي من ما في الحاجات. حاجة مهمة كمان، إن أنا يعني أنا مش بقول إن أنا عليكم، لأن العلاج فيه لايرز كتير وفي حاجات كتير، فأنا مش علاج. إنما اللي أنا بقوله إن إحنا الناس اللي بتعالج بتبعت لنا أيا بالظبط كان، بقى كان في أمريكا أو في مصر. فأنا ما أقدرش أعمل دعاية وأقول خلاص أنا هاتوا الأطفال الـ ADHD أو حد عنده ADHD وأنا هعالجه، لأن أنا مش بعالج. احنا السيستم بتاعنا بيساعد هي كلمة بتساعد بطبع بس كفاية، مش لازم نقول ما فيش حد بيعالج رسمي، حتى تمام، بس انا هم مش ما عايزها بيعالجش. تتفهم غلط. لا لا انا فاهم فاهمة، قصدي؟ هنقول بنساعد، او السبورت ده بتساعد اكتر من سبورتس تانية، يمكن لو في ريسيرش، لو في حاجة بلس الحالات طبعا اكيد اللي جات، يعني هم اكيد هيقولوا لاصحابهم طبعا، بس كمان الحالات اثبات ان ده ساعد. ما هو الريسيرش ايه من الحالات دي. هو دكتور محمد والدي معانا، لو حابب يضيف حاجة كده سريعة ممكن. وكده كده أنا بوعدكم محمد وجدي هيكون معانا يوم 16 إن شاء الله، فأنا مبسوطة برضو. فلو هو حابب يضيف حاجة ماشي ليه حضرتك، هو، الأخبار عاملة إيه؟ أنا عايزة أقول بس حضرتك لو تقول لنا ليه أنت إزاي بتبعت حضرتك؟ رامي. أنا معاك. هلو، هو النت راحت. طيب عبال ما محمد يرجع، ناريمان انا شايفه ايديكي، بس انا حابه اخلي الاسئله للاخر عشان اوقات بنتوه من بعدين كده. هناخد اخر ربع ساعه للاسئله، اوكي؟ طيب انا عايزه اسالك حاجه عبال ما محمد يظبط not a question. اوكي، هي عايزه تقول حاجه. طيب ناريمان ممكن تتفضلي وبعدين اسال رامي. اتفضلي افتحي المايك وكلمي. Hi, how are you?
انا بس عايزه، انا نريمان بنتي she just joined 3 months ago مع دكتور، مع كوتش رومي. انا بس كنت عايزه اقول لك، اقول لحضرتك على حاجه، عشان دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي خلتني الصراحه ان انا to get in touch مع ITC team. انا كنت واحده عندي مشكله فظيعه كسبورتس في مصر، ان انا بنتي عدت على اماكن كتيره جدا، جمباز واماكن كتيره جدا هي تروح تتعلم رياضه. والمشكله الفظيعه اللي كنا دايما بنلاقيها اللي بالظبط كوتش رامي كان بيتكلم عنه، ان هو مفيش وعي خالص للكوتشز. ده اللي انا كنت شايفاه، والكوتشز كانت بتتكلم وبتعلم الاطفال بطريقه غلط جدا، بيزعقوا بطريقه غير طبيعيه، بيكرهوا الولاد في اللعبه. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا ناديه بنتي رحنا عملنا الاسسمنت اول مره في اي تي سي، هي من اول مره، وهي انا اديتها الاوبشن، قلت لها ناديه على فكره احنا ممكن نروح المكانين، ممكن نروح الجيمناستكس وممكن نروح اي تي سي التايكوندو، وكان عندي برضو الخوف ان هي بنت وادخلها تايكوندو والكلام ده كله. انا عايزه اقول لحضرتك ان ناديه لما بتبقى حتى عيانه بتعيط ان انا مش موديها التمرين. إن شاء الله. فالاتيتيود بتاع التيم كله في اي تي سي از اكستريملي، ما شفتوش في اي حته في مصر. وبالعكس انا نفسي كوتش رامي يبقى لو في حاجة ان هو ممكن كوعي رياضي ان هو يديه في النوادي، في السكولز، البرايفت سكولز اللي بتعمل، اللي بتمرن وات ايفر كايند اوف سبورتس، مش لازم يبقى تايكوندو بس، ممكن يبقى سباحة، ممكن يبقى جيمناستكس، ممكن يبقى وات ايفر كايند اوف سبورتس. بس هو الكونسبت اللي كوتش رامي عامله في الانتيتي بتاعته از اي تي سي از اكستريملي يعني شابوه، لان انا ما شفتوش في اي حته. يعني نوعيه الناس اللي بتمرن، نوعيه السبورت اللي بيدوه للاطفال، ازاي بيتكلموا مع الاطفال لو شافوا ان حد من الاطفال متضايق او زعلان، او التمرين اللي هم بيعملوه تعبهم شويه، ما فيش زعيق، كل حاجه بتتعمل بسلاسه، كل حاجه بتتعمل بحب، كل حاجه بتتعمل بالمخ، انا بالتفكير، متخيله بيقولوا كده تفكروا معانا. انا متخيله كده لانه اول ما قابلته انا حسيت كده، حسيت ان في حاجه مختلفه، و I was amazed بصراحة و I'm really proud بس قابلته إن إحنا حسيت عندنا كده حاجة في مصر كده. الحمد لله. وهي انا فاهمه، اشكرك طبعا، انا فاهمه اللي انت بتقوليه، نفسنا يحصل وعي Thank اكتر، you very much by the way. I appreciate it so much. احلى تستمونيال في مصر انه لا لازم أنا بقول الحقيقة والله يا كوتش رامي، أنا هعمل نفسي on mute عشان أنتوا تكملوا براحتكم. وبعدين Thank you هنشوف very very احمد much. Thank وجهي. you. انا بس عايزه اقول حقيقي حقيقي انا فهمت اللي بتقوليه ده، مدام في ميري احتياج، هنتكلم معاك يا محمد بعد ثانيه واحده، في ماشي احتياج جامد ليه ان يكون في وعي وفكر جديد، فكر مختلف. هو بيقول بقى ببني ده على الله الناس بقى تغير وتقول اشمعنى هو، يعني الناس بتحبه ويبتدوا يفهموا ان في طريقه تانيه، لان تراديشنالي السبورتس في مصر فيها قهر وزعيق وكل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. انا ما مريتش بيها كتير، ولادي ما كانوش في سبورتس قوي، لكن ولا انا، لكن اصحابه اصحابه ولادهم واللي بيجرى وكده الواحد عارف اللي بيحصل في النوادي وكده. فنشكر برضو ربنا ان رامي جه مصر عشان يعمل ده، يعني كل واحد بيبقى له بصمه كده، دي بصمته انه يغير من الوضع ده. هروح لمحمد بقى عشان عايزاه يقول لي انت ليه بتبعت لرامي وايه اللي شفته على الولاد ده، غير اللي احنا هنفرد لك طبعا حلقه كامله عشان انا فضلت كده، انا حسيت تحت امرك. عندك كلام بدري وهو بدري عنده في كلام. الاول. والله بصي يعني لو سامعيني كويس، انا معلش انا في مكان فيه دوشه بس يعني هحاول اقف في حته كده بعيد. سامعينك كويس. بص انا طبعا سامع الكلام من بدري، وفي حاجات كتير نفسي اضيفها مع كابتن رامي، ان هو بيقول كلام كويس قوي قوي بصراحه. يعني خليني اقول، انا اولا انا بتمرن مع كابتن رامي من زمان جدا، من فتره طويله قوي، وبعدين جت فتره انا قطعت، كان عندي ظروف، بعد رجعت ابتديت اتمرن معاه تاني لاسباب كتيره من ضمنها يعني انا بحس نفسي وانا بتمرن معاه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بشوف من زمان هو ازاي بيتمرن مع الاولاد. اولا هو عنده التزام
وعنده مبادئ معينه ماشي عليها ما بيغيرهاش، دي حاجه مهمه قوي قوي. عنده يعني حاجه كده في طريقته في اخلاقه وهو بيتعامل مع الاطفال عموما. انا مش بقول كده عشان هو فعلا معانا، بس فعلا دي حقيقه انا مش شفتهاش في مدربين كتير. يعني انا بشتغل في المجال بقالي فتره طويله جدا، اكتر من 20 سنه. دايما عندنا مشكله لما نيجي نحول ولد يلعب رياضه عند مدرب معين، بيبقى عندي مشكله دايما مين المدرب اللي يعرف يستوعب الولد، تمام؟ ازاي يقدر يقبله، ازاي يقدر ما يحسسوش ان هو مختلف عن اللي حواليه. يعني معظم المدربين ومعظم الفرق دايما بيبقى عايز ولد الى حد ما جاهز، الولد لو مش جاهز خلاص يطلع بره الفريق، يبتدي يتعامل مع الفريق ما بتبقاش بروفيشنال. المدربين عموما مش دارسين اصلا سيكولوجيه الاطفال. مع كابتن رامي الموضوع مختلف تماما، يعني ساعه ما ابتديت مع زمان حتى من قبل ما يبقى عندي اولاد وانا بتفرج معاه، وبعدين ابتدي يبقى عندي اولاد فانا بشوفه بيتعامل مع اولاد ازاي. دي جزئيه. والجزئيه الثانيه لو هنتكلم بشكل بروفيشنال اكتر، اولا التايكوندو زي ما هو قال فيه ديسيبلين، تمام؟ الديسيبلين حاجه مهمه جدا عشان الاي دي اتش دي، ده رقم واحد. رقم اثنين، كابتن رامي لما بيجي بيمرن حد بيقدر يعمل بريك داون للتمرينات اللي احنا بنعملها. التايكوندو كلعبه لعبه مش سهله، لعبه معقده، فيها حركات مركبه كتير، فيها محتاجه بادي اويرنس، محتاجه يعني وعي بالجسم، محتاج ادراك المكان، ازاي تقدر تتحرك في المكان بظهرك قدام، تقدر تتخيل مجموعه انا حركات. هستأذنك ثانية لما الطريقة افتح وبعد كده هبقى اوكي كمل كده. كنت لسه بتقول اللعبة صعبة و هي لعبه صعبه، لعبه تعتبر صعبه انك تحفظها وتفهمها وتتحرك بيها، لعبه مش سهله. فكابتن رامي بيعرف يمرن الموضوع، عارف اللي هو سهل الممتنع، بيقدر يعمل البريك داون لشكل التمرين اللي احنا بنعمله. ده رقم واحد. نقطه مهمه قوي، ان انا ما ينفعش ادي الولد تمرين وخلاص، هو بيشوف مستواه شكله عامل ازاي وبينزل بمستوى التمرين من مستوى الولد. نمره اثنين، ودي نقطه مهمه قوي، بيعرف يوزع الاتنشن بتاعه بشكل مظبوط على كل الاولاد. يعني ممكن يبقى التمرين لاولاد قدرات مختلفه، ازاي يقدر يوزع الاتنشن بتاعه على الولاد بقدراته، حلو بيتعامل معاه ازاي، واللي لسه مستوى قليل يقدر يطلع بيه ازاي. ودي هتدخلنا للنقطه الثالثه، ازاي بيقدر يبني سيلف كونفيدنس او ثقه للنفس مع الولد اللي بيتمرن معاه. ودي نقطه مهمه بتخلي ولاد كتير ما بتبقاش تلعب رياضه، الولد لما ابتدى يلعب انا رياضه هسالك بس، فالولاد بترجع لك انت لسه بتكمل معاهم شغل، بتلاقي فرق بقى فعلا بعد قد ايه مثلا؟ طبعا. بصي، ما بعد قد ايه دايما ده سؤال انا ما بعرفش ارد عليه، ما بفضلش ارد عليه، لان كل ولد بيرسبوند بشكل مختلف. حلو، انا حابب بس الناس فنمره تعرف اثنين، ان كل طفل بس ده يعني رقم on average، لو انا ام بجيب وودي اتوقع ايه، 3 شهور، بصي 6 شهور، سنة، بصي اتوقع ايه؟ ليها معايير كثيره مرتبطه بالالتزام بعدد التمارين اللي هو بيتمرنها، يعني اللي بيتمرن يوم في الاسبوع غير اللي بيتمرن 3 مرات في الاسبوع. ده رقم واحد. فممكن يكون بيروح بانتظام بس مره في الاسبوع، ما بياخدش نفس الانتنسيتي اللي بياخدها ولد بيروح 3 ايام في الاسبوع، أكيد تمام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، قدرات الاولاد بتختلف، تمام؟ نمره ثلاثه، احنا سواء انا في السنتر او مع كابتن رامي او اي رياضه انت بتعمليها، انت بتديفلوب مهاره جديده. المهاره محتاجه ريبيتيشن كتير، محتاجه وقت، فبيختلف في الوقت تاني من طفل لطفل على حسب الاتنشن بتاعه وعلى حسب القدرات الحركيه بتاعته ابتدى يرسبوند ليها ازاي. ولكن خلينا اقول افريج مينيمم 3 شهور علشان يحس بحاجه مختلفه مع الولد. حلو قوي. طب أشكرك يا مينيمم. محمد، وهنرجع لرامي بس عشان يعني نكمل معاه. طبعا يعني الناس مبسوطة الحمد لله، بس أنا عايزة أسألك برضه أنت بقى، يعني نقول نسبة الولاد اللي معاك كامل عندهم ADHD أو أي، يعني مش عايزة أدخل في مشاكل نفسية تانية، هي ADHD، إيه بيجي لك كم طفل من الولاد؟ أنا؟ أنا بسألك نسبتهم آه تقريبا. مش بصي، مش كل حد بيجي بيقول إن أنا عندي ADHD أو ابني عنده ADHD، فالناس متعودة في مصر إنهم ما يتكلموش في الحاجات دي أصلاً يعني، فهم بيجيبوا الولد أو البنت يتمرنوا وهم مش عايزين يقولوا أصلاً، أكنها حاجة عيب ولا كده. فالريل نمبر ما أعرفهاش بالظبط، لأن إحنا عندنا 5 فروع. ف يعني ما كنسبة ما اعرفش، بس زي ما حضرتك قلتي في البداية، في ناس كتير قوي عندهم ADHD اكتر من، يعني في ناس ممكن يكون عندهم ADHD وهم اصلا مش عارفين ان عندهم ADHD، يا اما علشان الاهل ما عندهمش التوعية او انهم يعملوا تشيك عليهم او كده، فاكرينهم ان هم بس مش ملتزمين، او ساعات يقول لي انا ابني غبي او ما يعني لا مش كده، وفي مشكلة لازم تتعالج. فده يعني
I cannot give you a number. ما عنديش أعداد. هم فعلا اكتر من اللي الناس متخيلينه، وطبعا هي سبيكترم، مش كلهم شبه بعض قوي، مش كلهم بيتنططوا قوي كده، بالعكس ده في كتير منهم مش باين عليهم خالص الهايبر، لكن هم عندهم تشتت عالي جدا ومش قادرين تكوب كده. طيب رامي، في حاجة تانية تحب تضيفها دلوقتي عن يعني خبرتك مع ده؟ انت بقالك 9 سنين، هل مثلا عدد، انا بالنسبة لي يهمني الاي دي جي، عدد الولاد اللي هم اي دي ابتدوا يزيدوا عندك اللي بيجوا؟ في الأول ما كانوش، بعدين حصل تراست أكتر فالناس بقت تقول لبعض، إيه اللي حاصل؟ ما احنا زي ما قلت لك احنا مش بنعمل تارجيتنج لناس عندهم ADHD. فهو العدد عندنا عامة بيزيد، يعني الحمد لله فتحنا فروع جديدة والعدد زاد، فبالتالي لما العدد بيزيد عدد كل ديموغرافيك عندنا هتزيد برضو. بس كنسبة بين التانيين افتكر هي يعني علشان احنا we don't target it. بالظبط. لو هي زادت فهي زادت بطريقة مش ملحوظة أو مش متعمدة، فأنا مش يعني ما أقدرش أرد على ده. بس إحنا طب تفتكر، يعني عندنا لا أي انا فاهمه ان انت مش عامل لها، عندنا مش عامل لها يعني، آه عندنا في ناس بيطلبوا إن إحنا نفتح في مناطق جديدة، فإحنا عمالين بنحاول نأكومديت الأريز. طبعا أصعب حاجة عندنا في إن إحنا نفتح لوكيشنز ان احنا نلاقي كوتشز بالستاندرد اللي احنا محتاجينه واللي احنا عايزينه. وبعدين انا لازم ادربهم برضو وكده، فاحنا بنحاول نفتح لوكيشنز مختلفة في حتت علشان نقدر نسيرف الناس كلها. فانا ما عنديش ديموغرافيك لدي، انما يعني كل ما عدد التلاميذ بيزيد عدد الناس اللي عندهم ADHD بيزيد، لان knowing it or not في ناس منهم عندهم ADHD. طب انا عندي سؤال ليك كرأي، بس عارفه ان انت مش دكتور ولا انا دكتوره، بس تفتكر اصل في تو كونسبتس، ندمج ولا سيبريت؟ تفتكر احسن كانوا يبقوا لوحدهم بس ودول يتدربوا لوحدهم، ولا احلى ان هم مدموجين مع بقيه الولاد؟ انا مش دكتور، فانا ما اعرفش علميا اني احسن، ولكن بما ان في حد زي مايكل فيلبس طالع، انا عمال ارجع له علشان ده يعني بالريزلتس بالستاتستيك، يعني ده مش رأي، ده ستاتستيك. يعني اكتر رياضي ناجح في العالم قدر يوصل للمستوى ده، يبقى مفيش داعي تو سيبريت. لان انا حاسس كرياضة فيها منافسة وفيها بطولات وفيها عايز أطلع بطل وكده، كل ما مستوى الناس اللي أنا بتمرن معاهم أعلى كل ما أنا هرفع مستواي. فأنا لو هسبريت وأعمل تفرقة وأقول لا 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 أنت عندك ADHD فأنت كده تبقى فاشل، اقعد هنا على الجنب، ولا أنت كويس كده. محمد قال جملة مهمة جدا، قال إن كوتشز في مصر عايزين حد يجي لهم يكون جاهز، يعني عايزين حد كده اوريدي رياضي وعنده الابيليتيز وعنده كل حاجه وهم ما يتعبوا. ده مش صح، ده مش صح، لان التالنت الموهبه ده جزء صغير جدا 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 من البني بتاع اللاعب. بالظبط. بالعكس في الكوتش ناس بيعمل موهوبين ايه؟ ما هو جدا لو ما بيوصلوش امال لحاجه. الكوتش هيعمل ايه لو هو الولد جاهز يعني؟ لا لا، الكوتش ما فعلا شغل. الموهبه دي is very 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 overrated، لان في ناس موهوبين جدا 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 ما بيوصلوش لحاجه. الهارد وورك والديفلوبمنت، الفرق ان الديفلوبمنت دي التطوير بيبقى بالقصد. فلو انا بعمل تطوير للاعب ده مفيش اي ليميت يقدر، يعني هيعدي كل الليميتس، حتى هيعدي الناس الموهوبه لو اجتهد. حلو. طب انا فهم لما بيبقوا مع بعض بيبقى اصعب بالنسبه لهم، فهم بيضطروا انهم يشتغلوا اكتر، يشتغلوا علشان يوصلوا للمستوى ده وينافسوا الناس الجامده. طبعا في كلام كتير دلوقتي الانتجريشن، لا حطه في كل حاجه، في الدراسه، في كله، في الحياه لازم يحصل انتجريشن مش سيبريت اوت، بس انا قلت اخد رايك. طب انا عندي اسال سؤال، بقالك هنا من 2009 يعني كام سنه؟ 5 19؟ لا لا ده كتير. حد منهم مكمل من يوم 14 ما؟ اه كتير قوي، مش عارفه احسب، انا المفروض فاينانس على فكره بس مخي راح. ده حد منهم كمل معاك كل السنين دي؟ محمد is one of them. محمد واحد من ال حصل very حاجات early. غير ان انا بقيت شاطر في السبورت، حصل قالوا لك مثلا ده انا شخصيتي اللعبه دي غيرت مني كتير، بقيت مثلا
انا عارفه المارشال ارتس بتعمل حاجات حلوه في الناس يعني. ده بيحصل كتير، بس يعني مش عايز اقعد اقول انا عملت انا لا انا عملت انا عايزه عملت، اسمع، بس هو انا بص، عايزه اسمع. لما واحد ايا كان، لو حضرتك دخلتي في حاجه وبقيتي جد فيها وحطيتي مجهود وعرق وعديتي اصابات وساكريفايسز وكل الحاجات دي، لو حطيتي المجهود ربنا بيكافئك عليه. فمع النتائج، وانا بتحسن، حياتي كلها بتتحسن معاها، لان انا بوصل لمستوى ان انا راضي عن نفسي، وان انا الكونفيدنس بتاعتي عليت، ان انا ثقتي بنفسي عليت، ان انا فبقدر اعمل حاجات تانية في مجالات تانية برضو، ان انا اوصل لمستوى اعلى فيهم. بس ده لكل السبورتس، انا عايز اسمع عن المارشال ارتس بالذات تايكوندو. هل في ما هو السيستمز وكده، انا متهيألي بتغير يعني، انا متهيألي بتخلي البني ادم مثلا متسامح اكتر، مرتاح مع نفسه اكتر، متهيألي كده في فاليوز معينه بتيجي معاها. الفرق بين المارشال ارتس وبقيه السبورتس، انا مش هقول السبورتس التانيه ما فيهاش ديسيبلين، طبعا فيهم ديسيبلين، بس المارشال ارتس فيها ديسيبلين وريسبكت زياده. وبما ان احنا بنتعلم فن القتال، فما ينفعش ان احنا تو ابيوز اللي احنا نعرفه. فكل ما انا الباور بتاعتي ما بتزيد، كل ما انا لازم يكون عندي سيلف كنترول زياده. كويس؟ يعني ما ينفعش ان انا اكون وصلت لمهارات عالية في فن القتال، ومثلا حد يكسر عليا اروح نازل ضربه. ده لازم يكون عندي ان انا اتحكم في نفسي، ويعني انا مش محتاج اعمل كده. غير ان النيجاتيف انرجي اللي بتتبني في الحياة دي من كل الفرستريشنز والحاجات اللي بتحصل والصعوبات بتاعت الحياة وكده، انا بيبقى عندي اوتلت للنيجاتيف انرجي ده، الطاقة السلبية دي بعرف اطلعها في حاجة بروح أخبط في الكيكينج باج أو في تارجتس أو حتى في الفايتينج أو كده، فبطلع كل ده، فبخرج a little bit mentally healthier, emotionally healthier، يعني عقليتي ونفسيتي أحسن، هادي أكتر، لأن خلاص طلعت اللي عندي، مش ما فيش حاجة متخزنة جوه. بالظبط، انا حاسه ان حاجه حلوه قوي، وخصوصا للاي دي اتش دي، لان هم برضو عندهم مشكله ان هم مش بيفكروا قبل ما يتصرفوا، هم محتاجين تدريب 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 تدريب، عشان احنا عارفين ان لما الواحد بيعمل حاجه كتير او بيحصل خليه عصبيه او جروب يعني مع مجموعه خليه عصبيه بتحفظ النو باترن ده، يعني بدل ما زي ما انت بتقول حد ضايقني اقوم ضربه او رامي في وشه الحاجه، لا ده انا هبتدي اتعلم امسك نفسي عشان عملتها كتير في الملعب وعملتها وعملتها، فانا بيبقى عندي الفيزيكال، انا بحب قوي النورو ساينس والعلوم دي فبقرا فيها شويه بس، فده هيحصل اللي انت بتقوله بالظبط. فانا يعني انا هنا من هنصح، انا لو عيد الحياه هنصح الاهالي يجوا على نفسهم ويروحوا، انا رحت مع ابني بس هو اللي بطل في النص، حاجه زي ده لانه هيفرق معاه في الحياه، عشان انا شفت اللي حصل ما عملناش ده، احنا متبهدلين في حاجات كتيره. يا ريتني يعني صممت وصممت، هو كان شاطر على فكره، المدرب كان مبسوط منه، وكان يعني هو كان نادي المعادي، وكانوا يقال ان المدرب ده بيتكلم في سنه مش عارفه هي 85 يمكن 90 91، المدرب كان مبسوط منه والمدرب كان حاجه بطل، والله متهيألي الراجل مش موجود دلوقتي ما اعرفش، كان راجل كبير، فالله اعلم، يا ريتني كنت ضغطت عليه شويه لان يمكن ده كان فارق معاه في حياته يعني. فده انا يعني انا اللي هيسمعه ده بعد كده، اتمنى ان انتوا تستمروا وتيجوا على نفسكم في حاجه زي دي، ونوع السبورتس دي لان متهيألي فيها حاجه تانية، فيها حاجه تانية. طيب تحب تضيف حاجه كده لاي حاجه للناس قبل ما الناس تاخد اسئله؟ عامله You're good, you're في good. سؤال، لو عندك اي سؤال او اي حاجه، اي حد عنده سؤال يسأل. انا عندي سؤال اخير، هو انت ليه لقيت دي برضو يعني، ليه ما لعبتش حاجات تانية؟ لا، دي قصه طويله، دي happened by عايزة accident. انا اصلا ما كنت عايز ادخل تايكوندو، وانا كنت بدور في امريكا لما رحت امريكا على كونغ فو او كاراتيه، بس انتهيت في الجيم بتاع تايكوندو، والكوتش اللي هناك كان كويس قوي، و طلبوا ان انا اكشلي انا رايح اتمرن، وهم طلبوا ان انا امرن. ف انت ما عندكش فكرة لسه يعني ازاي حصلت لا كده؟ لا لا، انا كنت منتخب في الكاراتيه، وكنت بطل جمهوريه في الكونغ فو، اوكي وكنت لاعب بوكس، ولعبت جودو في سويسرا، فكنت في المارشال ارتس، اي واز يعني مش وحش شويه قوي يعني. ف فلوك ما شاء الله، طب حلو قوي. اه ف... اوكي ف نفتح بس الكوتش الاسئله، اللي هناك كان ايه؟
اوكي، فالكوتش اللي شاف ان فندم. انت عندك مهارات فقال لك تبتدي تمرن. هو كان ماستر انستراكتور، وما كانش انستراكتور عادي يعني. فهو طلب ان انا امرن هناك مقابل ان هو يمرني، فابتدت كده يعني. طب حلو قوي، وحبيتها بقى، حبيتها اكتر من الحاجات التانية. انا بحبهم كلهم، انا بحبهم بالعكس. انا حاطط في التايكوندو بتاعنا حاجات من الحاجات التانية محطوطة، وده اللي فارق في البروجرام بتاعنا ومخلينا في رأيي انا يعني من اقوى البروجرامز اللي موجودة الحمد لله. بس يعني زي ما قلت لحضرتك في البداية، يعني مفيش واحدة احسن من التانية. اي حد يقول لك الكونغ فو احسن من الكاراتيه، والكاراتيه احسن من التايكوندو، والتايكوندو احسن من الجودو، ده كله كلام فارغ. كل حاجة فيها advantages و disadvantages كستايل فايتنج. اللي بيعرف يفرض نفسه هو ده اللي هيكسب، في الفرق في الكوتش والاهداف بتاعته بس. حلو قوي، انا بجد مبسوطه جدا جدا ان في حاجه حلوه كده في مصر، ومتخيله ان ان شاء الله هتبقى اكبر واكبر واكبر، ويحصل يعني مساعده اكتر اكتر، يا رب تعرف تمرن الناس كتير. احنا عندناش وقت كتير قوي، بس احنا ممكن ناخد سؤال او سؤالين، فلو حد عنده حاجه بس يفتح المايك او يرفع ايده، وانا لو عنده سؤال لرامي بليز اساله لو في اي سؤال. لو ما فيش سؤال هنخلص، بس لو في اي حد كومنت او سؤال. انت ما شاء الله ناس كتير بتهالي ومتابعك، كلهم جم يحضروا، كله بقى بيحبك فحبوا يحضروا ما شاء الله. شكرا عندنا لك. شو اب حلو في دي، احنا والهوب ان احنا نوصل لاعداد اكبر من كده عشان نوصل المعلومة بس للناس الجداد هنا. طبعا هتتحط على صفحتي، وهتتحط هديها برضو لكابتن رامي او كوتش رامي، وهتتحط على اليوتيوب، هتبقى فري موجودة لكل الناس. حد يعمل كومنت او حابب يعمل كومنت او سؤال؟ لو لا هنشكر رامي ونقفل. Thanks so much. اوكي، بشكرك طبعا، انا كمان بشكرك. اوكي، شكلها ما فيش اسئله كده كده، لو حصل اسئله طبعا تحت الفيديو، لا اما رامي هيرد لا اما انا هرد يعني باللي انا اقدر عليه. واتمنى اتمنى احنا الاسبوع بعد يوم 16 زي ما قلت معانا محمد، وبعد كده كمان كل يمكن 2 ألو، ويكس انا معاك، كل 2 ويكس هنعمل حاجه ان شاء الله، ما فيش مشكله. لا قالب، اوكي you're perfect، انت كويس. ما فيش حد عنده سؤال، فاحنا بس شكرتك وبشكرهم، وهشوفكم بعد اسبوعين. وبعدين زي ما قلت احنا هنكمل ان شاء الله السنه دي يا رب كده مع الناس الملهمه والشاطره واللي بتحاول تعمل حاجه بصمه حلوه في مصر. اشكرك كوتش رامي. ميرسي أوي أوي، ميرسي أوي، ثانك يو فور هافينج مي. انا عايزه اقول حاجه يمكن في الاخر، يعني يمكن ناس ما تعرفش، بس انا شويه بحس او عندي يعني روحانيات او حاجه زي كده، او بشتغل بالطاقه شويه. انا لما قابلتك حسيت، وفاكره قلت لك ايه، هو في ايه وانت فيك حاجه، اوان متسالم جدا مع نفسك، وانا باخد بالي من الناس عشان انا بقرا طاقه شويه، وقلت لك هو في حاجه مختلفه فيك. انا فاكر كده يعني، انا ما اعرفكش كتير ولسه قايله بس انا حسيت بحاجه، فحتى رحت قلت لك احنا بعمل كذا يعني، ما اعرفش حسيت ان انا ينفع افتح الموضوع، وحصل فعلا. فلا هو ديفينتلي ديفينتلي هي باينه عليك السلام الداخلي والتسامح وحاجات كتير قوي من الشغل ده. ميرسي أوي لحضرتك، ميرسي أوي، ثانك يو فيري ماتش، Thank you. اوكي، مع السلامه. مع السلامة.